سوي معاكم بإذن الله فطاير لذيذة بدون فرن. هنا عندي بشرت حبة بطاطس متوسط الحجم، حبة جزر، قطعت بصل، بشرت حبة ثوم، فص ثوم، شوية بقدونس كزبرة. هنا عندي رشة فلفل مبروش كده حار وفلفل أخضر حار، ملح، بابريكا، بهارات مشكلة، شوية كركم. هنا عندي موية دافي، راح أضيف له ملعقة صغيرة من الخميرة وملعقة صغيرة من البيكنج بودر. راح أسوي معاكم ننزلها على الخضار والبهارات اللي عندنا. هنا أضيف الدقيق مقدار تقريبا كوب، نبدأ نعجن. هنا أضيف الدقيق وهذا الخليط، شوفوا كيف تخمر. الآن هنا في الطاوة شوية زيت، نخليها بس تحمى شوي. طبعا إذا قلبناها نخليها تستوي على نار هادية. هذه فطايرنا جاهزة، شوفوا ما شاء الله. طبعا الكمية اللي عندي سوى 3 قطع.